اللي شافوا تحكم في ارض ديالي واللي تمهرد على شجره الملك دولة الحق والقانون، دولة ديال الحق والقانون، فين عرف هاد السيد عاشكم اللي سيفكم ليا؟ وحنا دايرين خارج ياسين خارج ومحرجين المحرجين الاسم ديالها وانت تسمى بارض مجرمه ماشي ارض الفيجة، ارض الكعابه الاحرار، ارض الكعابه الابطار اللي ماتوا عليها وحرروها وعيينا بالوعود وعيينا بالتساطيح تيصدقوا لنا حطموا وشتنا طبنا حقوق الاراضي. الاراضي هي السلاليه ولكن نحن ما عندنا حق، هادو ما عرفوش بلي هذيك ارض سلاليه، الحق ديالنا غير حنا ما تمشيوش ليها. الارض السلاليه، الارض اللي داوي سلاليه، الارض اللي داوي النخود كما تنقولوها، اليوم الارض اللي داوي النخود تا نعرفو شنو غادي في البلاد، وعيينا منه 64 عام هادي 27 كنطلبوا بحقنا الارض السلاليه، وليداتنا بنياتنا بكلشي ديالنا، ربع ايام وحنا جالسين هنايا ناعسين في الليالي وجايين ضاربين الكيلومتر وما قبضوا لينا حق لا سلطات لا حتى حاجه، 40 كيلومتر وحنا ماشيين وردونا كتبوا علينا ورجعونا وعاودنا ثاني حنا جايين وكنطلبوا من جلاله الملك يعطينا ارضنا الارض السلاليه ما عليها لا ضرب ولا حتى شي حاجه وحنا سلميين وكنطلبوا من جلالة الملك الله ينصرو الله ينصرو ويقبض لنا حقنا. السلام على اشرف الانبياء والمرسلين. الحاج محمد الحسناوي الناطق الرسمي باسم قبائل الكعبه. انا من هذا المنبر كنشكر جميع المسؤولين اللي هما دافعوا علينا وحاولوا باش يفكوا هذا المشكل اللي هو عصيب بالسلم، لكن تم بدون جدوى. احنا تنعانيو من 2014 وانا هذا الشخص تنعاني على هذا المشكل. الكعبه صحاب حق وصحاب سلم وسلام، وتيحاولوا ما تكون حفاظا على الامن الاجتماعي. واليوم قبائل الكعبه لها واسع النظر وتطالب حقها. علاش؟ لماذا؟ لان هاد الناس راهم تيستغلوا والسلطه حاميهم السلطه، وهاد القبائل الكعبه اللي هما سبعات القبائل محرومين من الارض ديالهم. وليدا تنطلبوا من سيدنا الله ينصرو يدافع علينا وياخذ لنا ارضنا في دوله الحق والقانون. وتنشكر هاد الجميع وتنشكر سيدنا العام لان عمل المجهود ديالو لكن بدون جدوى. ولهذا حنا صمدنا هاد الصلح اللي دخلنا فيه مده 3 شهور بدون نتيجه الا الطماطم والناس تستفد، وقبيل الكعبه ما تقدرش. السادس الله يدير البركه بمحمد السادس، ما كان حتى العماله ما كان خايف لا اتحاد لا يقبض لنا بلادنا، السفر كتحد بلادنا وحنا منعونا منها، وتلقى لنا البوليس لغيت القوه ما خلاتنا ندوزو، ما خلات اختي منين ندوزو منين ندوزو، ضربونا ما خلاناش ندوزو. الله يدير البركه بمحمد السادس، حنا عايشه بمحمد السادس، عايشه المانيخ بلادنا هذه بارتنا هذه، ما بغاش يعطيونا الحق عارفين ما بغاش يعطيو لينا، وكديروا علينا مغدى وجينا 3 ايام حنا جالسين مخبصين علينا وجايين بشحال من المدرسة حنا جايين على رجلينا وعايشة بوحدها وتحلفنا منها وبقينا يا اختي في الحدود الخوية والعهود الخوية. وليس الأرض بداوي الحقوق إنما الأرض بداوي النقود، وهاد الشيء راه فهمناه وتنفهموه كلنا ماشي جايين. إلا كان الحق في هاد الأرض السعيدة علاش الناس اللي حرسوا الأرض اللي بعرضهم؟ علاش حنا محرومين منها؟ علاش كنا فيها العصا؟ وكان الفيديوهات راه تيشوفهم داخل المغرب وخارج المغرب من أهل ديالنا، ما باقيش تتكون مخلينا تتغلبوا في أرضنا وتشدوا منا الحوايج ديال الناس وكلينا العصا وترسوا الطوموبيلات وتيشوفوا الناس وتتفرجوا خارج المغرب. وليداتنا برجالنا بنسائنا وليدات صغار وكبار، خدمتنا على الصغار يلا عندها 4 شهور جايبها لنا معايا ما كانش عامل نخليها، جايين ضاربين مسيرة 40 كيلومتر على رجلينا، بغينا نطلبوا الحق ديالنا، كنطلبوا جلالة الملك يدير لنا الحق ديالنا.
هادشي اللي كنطلبوا من جلاله الملك يقول لنا الحق ديالنا. شوف حنا كنطالبوا بحقنا في ضوء الحق والقانون، عدات حقوق الداري الله ينصر سيدنا، حنا في ضوء الحق والقانون لنا الثقه كامله في السيد عامل الاقليم وفي السلطات المحليه، باش حنا المشكل بقى قلبوا. حنا كنا طلعوا الارض ديالنا بالسلم والسلام، السبب ديال مجموعه القبائل الكعبه، حنا سبعه ديال القبائل كنعانيو، كاين الشاب اللي ما خدام مسكين، كاين اللي ما عندوش. سيدنا تلقى المخطط الاخضر 10 سنوات 2030، حنا بغينا نسوي ذاك المخطط الاخضر بحال الناس بالقانون بدون حق الله سيدنا وعاش الملك. حنا قبائل الكعبه اصحاب امن وسلم وسلام في المنطقه، وطال حافظوا على السلم وبناء. هذه المره الثانيه سيد العام الله يكبر به والله يجزيه بخير، حاول حتى شتة محاولات بدون جدوى، ولهذا جمدنا الحوار مع القبيلة قبيلة مسوفة، لأن من أجل التماطل ويوم بعد يوم احنا الممثلين الساكنة قال لكم الساكنة رجوع للقاعدة، رجعنا للقاعدة، القاعدة لها واسع النظر. وحنا من 2014 حنا تنتحاوروا وداروا معنا التزامات، ولكن ما بقوش عليها غيروها، واليوم تنطالبوا من سيدنا الله ينصروا. راه حميكم الوالدين بنا حق ديالنا، بنا السلطه بنا حقنا، بلا نصر المالي اش المالي، حنا بلا حكومه بلا ضرب بلا حتى حاجه، حنا حنا المالي المغاربه تيعي براسها، الولاد ديالنا تهجروا، ولادنا معمرين البلادات ومحرمين من بلادهم، إلى وقت يحركوا الكعبة، إلى وقت يتحركوا، سيروا تسرجوا تلاح في الفايجة، علاش ما نقولوا سيروا تحتوا في الجليبة، في العرض ديالكم، عندنا نمشيو نخدموا فيها، شكون اللي مدعم؟ الله أعلم، حنا مشينا ليها وحرتنا وجينا، وكانوا الناس اللي خدمت معنا رحمة الله عليهم، واليوم حنا محصورين ومكبلين الليل والنهار والعيالات. الله لا يعقل، لا يعقل يا إخواني، باش يكون الرجل هو مراته تحت الحيط في عهد محمد السادس، باش يطال في أرضه، علاش تيموت الرجل؟ قولوا لي علاش تيموت؟ تيموت على عرضه، وتيموت على عرضه، يموت على عرضه، ويموت على عرضه، ويحيي بجلالة الملك، ونحيي بجلالة ملكنا، ونحيي بالمخزن ديالنا. محمد الخميس كما قلتها وعاود، مات محمد الخميس حتى دفن الاستعمار، حتى دفن الاستعمار مجيبة وليس بأرض الفيجة، وما تغير اسمها حتى تغير أهلها وحقوقها وذوي حقوقها، وهم قبائل الكعبة، وليس ليس بشيء من غير الكعبة. واليوم يا إخواني نساء ورجالا وأطفال كبائر وأصغار، وباش نقول لكم يا اخواني راه 26 كيلومتر باش جايين على رجلينا، هذه هي المرة الثانية وحنا في الوعود وما كاين والو، وليس الأرض لداوي الحقوق إنما لداوي النقود، ونقوله وأنا محمد. راه في الوقت اللي تيمنعونا حنايا، شوف في الوقت اللي تيمنعونا حنا نطلعوا للأرض، راه طلعوا الناس للأرض ديالنا، راه لقاو ترميات جديدة، راه لا يعقل. إلا كان شي قانون في هذه البلاد خصنا نعرفوه، ما كاين نعرفو، راه ما كاينش قانون، راه حتى شي واحد في هذه البلاد ما فوق القانون. إلا خلنا بحال بحال وكل عنده التحديد ديالو وعنده المسائل ديالو، راه خصنا نطلعو الأرض ديالنا. راه المسؤول الأول هو العمل، المسؤول الأول وتيتحمل المسؤولية فيما يقع وفيما سيقع، لأن راه عينا من الكذوب وعينا من بزاف المسائل، وراه تعب من هذا المنبر عازمون بأي طريقة نمشيو للأرض ديالو. شوف أي طريقة نمشيو للأرض ديالو. تحية لكم. اللي كنا تنحرتو وتنمشيو تنحرتو وسولوا التاريخ، غرسي تما النخل وبني تما الشريج، وكل شيء في الخزائن ديال زاكورة، وكل شيء في الخزانة ديال زاكورة، الوثائق باش حرتنا النخل وباش مشاو الخدامة وباش تبنى الشريج. I'm gonna go to the